سلطان، ذي أنا أمسك باليراع لأخط لك. أنا التي لم أفعلها عندما كنت تشهق وتسفر. كنت تسألني لما لا تردي على خطاباتي كتابة؟ كنت أجيبك: لم تكن اللغة صديقتي يوما، لذا أخاف أن تخذلني معك ولا تعطيني ما أريد. وكنت عندما أحاول أن أخترق الحاجز المنتصب بيني وبينها وأتجرى عليها، تتساقط الكلمات من ذاكرتي كلمة كلمة. كل الكلمات التي أعرف تهرب مني، وأبدأ ألهث لألحق بها ليخرج ما كتبته لك مجرد تأتى على الورق. أحاول وصلها فلا تتصل. كنت أستصعب الكتابة، أهزم دوما أمامها وأجدها فعلا لا يسعني القيام به، وأسأل بجهل كبير أي عبء كان ملقى على عاتق نسابة إلهة الكتابة عند السومريين في الأسطورة السومرية. وكانت طريقتي الغريبة في الرد على ما تخاطبني به وتعبر لي عنه كتابة تدهشك وتثير عجبك وإعجابك في ذات الوقت، فتقول وأنت تحدق في الصورة: يا لجنونك وجبروت كاميرتك. كنت عندما تكتبني بحب كبير، وأخاف أنا من قدرتي على تطوي عصي الكلمات، تظل عيني وكاميرتي تدوران في كل اتجاه، ويظل حسي يدور بين جنبات نفسي إلى أن أختنس لحظة تظل خالدة ما لم يطالها التمزيق وتهى عنها عود ثقاب. فأهديك صورة بجمال كبير يوازي حبك المسكوب على أوراقك الملونة البهية. أقول لك كل ما عجزت عن قوله بالكلمات تمكنت من صياغته هنا. وإن كانت الكتابة ورق وقلم وحس، ففي صوري أيضا تتشارك كاميرتي وعيني وحسي. وإن كانت الكتابة قدرة إنشائية وبلاغية، فالصورة قدرة استكشافية وجمالية وانتزاعية، أنزع بها المشهد وأخطفه من بين آلاف المشاهد. وإن كنا نعبر بالبلاغة عن الجمال، فإن الصورة تدلل عليه. وإن قلت لي إننا نحد بهذا الخيال ونصوره بصورة، أقول لك التقاط المشهد والتمعن فيه وربما صنعه ووضع تصوره لا يخلو من الخيال. وكنت أجد فعلا تطابقا مذهلا بين إحساسي وبين بعض الصور. لم تكن كل صور تقولن بصدق وعمق، لذا أختار أكثرها صدقا وأقدرها على البوح لك، وتكون الصورة التي يختلف ما بداخل إطارها ترجمان لحسي. كثرت الأوراق بيننا وكثرت الصور. سألتني جذعا ذات يوم عندما هديتك مجموعة كبيرة: أين أضع كل هذه الصور؟ قلت لك: تماما حيث أضع أنا أوراقك. ثم سألتك بخبص: ألا تعرف أين أضعها؟ ضحكت وأنت تمسك بإحداها وقلت: أعرف أعرف. أذكر تلك الصورة التي أريتك إياها في آخر زيارتي لك لود مدني. كان داخل إطارها قمرية فاردة جناحيها موشكة على التحليق. أخبرتك أن هذه القمرية تداوم على زيارتنا في وقت الظهيرة عندما تبدأ أمي في تحضير القهوة ببرنامجها المحبب وبخور تيمانها، وتعرف أنت خصوصية شرب القهوة وطقوسها في بلادي. فالسودانيون لا يستطعمون البن الجاهز في العلب ولا قهوة البوتاجازات تلك الفاقدة لنكهتها، لأن البن إما أن يحترق بشعلة الغاز أو يحرمها غليان الماء لذات السبب نكهة الزنجبيل ورائحة الهبهان أو القرنفل. فغليان الماء السريع كما تقول أمي لا يعطي الجنزبيل وقتا للتنفس وزفر رائحته في عظم الماء. ورائحة تحمص البن على موقد الفحمة والقلية هي مزاج في حد ذاتها وكيف من نوع آخر. فهذه القلية التي تشم رائحتها من أول الشارع وحتى قبله تدخل من الأنف لتصعد مباشرة إلى الدماغ. البعض يكتفي بها خاصة النساء، وتزعم جارة أمي أن القهوة قلية، وإذا تأخرت لسبب ما ولم تحضرها أو تتخلل رائحة البن خلايا دماغها تحلف أنها لن تشرب ماء البن، ويكون حينها لزاما على أمي أن تحمص لها بنا من جديد وتمد لها الطوة لتتنشغه ملء رئتيها.
كما تجدد الجمرات في المبخر لينطلق ويتحرر منه بخور التيمان بكل عنفوانه وكثافته. تحية لأهلنا في ولاية الجزيرة الخضراء، بلد الفن والأدب والثقافة، وبنحيي كل المبدعين الشباب، وبنفردهم عبر هذا البرنامج عناقيد مساحة لإبراز تجاربهم في كل ضرب من ضروب الفنون. وبنحيي رانيا مأمون صاحبة التجربة في مجال الرواية والقصة القصيرة. أهلا بك رانيا. أهلا وسهلا. ونحن بنحييك، ويعني المساحة للحوار والنقاش في هذا البرنامج مع المبدعين الشباب هي دائما من خلالها بنعرف تجربتهم وبداياتهم في العمل اللي بيقوموا به. فنقف شوية كده مع رانيا وود مدني وبدايتها، وانت درستي حاسوب وعلاقتها لآداب بالحاسوب كذلك والقصة. طبعا الدراسة اصلا كانت حاسوب، لكن الموهبة هي المجال مختلف. يعني طبعا انت عارف يعني انه الكتابة ما بالضرورة انه الزول يكون متخصص في مسألة قارئ آداب او ما شابه. بالنسبة للبداية، بديت انا في عمر 12 سنة، كنت في الصف السادس ابتدائي. بديت بكتابة القصة القصيرة للأطفال. بذكر أول قصة كتبتها كانت في الحيطة بتاعتنا بالطباشير، وكانت اسمها الأصدقاء الثلاثة، بتتكلم عن معاني الوفاء والحب والسلام والصداقة بفهم المرحلة ديك، اللي هو الطفلة بتتكلم عن همومها أو بتتكلم عن حاجات اللي هي شايفاها مجتمع محيطة، يعني الأصحاب والوفاء والقيم الجميلة ديك. بعد كده استمرت المراحل في واستمرت التجربة ذاتها في التطور، بتطور المراحل وبتطور الوعي والإدراك وبكبر التجربة على الحياة والتجربة في الحياة يعني والمشاهدات. وأصلا أي ذل تخيلي يعني حاجة طبيعية يعني إنها بتتطور لحد ما وصلنا هسه. حاليا في رواية منشورة باسم فلاش أخضر، وماشي إن شاء الله يعني. طيب نحن بنواصل هذه المساحة وهذا المشوار من الأصدقاء الثلاثة اللي رسمتوهم على الحيطة، وصداقتك مع الورقة والقلم، وكذلك المتلقي. يعني الواحد لما يكتب بيبحث عن ناس عشان يقوموا يقروا الحاجة اللي هو كتبها ويدوه رأي ويستمع لملاحظاتهم، وبركز على النقاط كذلك عشان يقدر يستفيد، لأنه أكيد. كل ما الكتابات كانت منقحة وجميلة وسليمة ده بيدفع بصاحبه إلى الأمام. أكيد. فكلمينا عن هذا الجانب. في الأول بعد لما بديت أكتب كنت يعني صحباتي في المحيط ضيق يعني. بعد كده في مرحلة الثانوي كان جارنا الأستاذ فيصل أحمد المكي، إعلامي معروف، فكنت بمشي له على أساس إنه يقيم لي التجربة. هو كان بيقرأ وبيقول لي أنا حاليا يعني ما حقول لك عدلي أو أضيفي أو أحذفي في حاجة معينة، بقول لي أنا بقرأ وبقول لك هاي كويس، لأنه إذا 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 قلت لك أضيفي أو أحذفي أنا بكون قلت لك وأنت بتحذفي، لكن ما بتكون عارفة ليه أو كده. بكده هو زي ما تقول أبويا الروحي في التجربة بتاعتي، أبو تجربتي الروحي في بداياتها. وبعد كده فعلا يعني كلامه أضاف لي كتير، بحيث إنه يعني أنا بمشيت في مراحل وبقت برا يعني الكتابة بتجي براها، التنقيح بيجي براه، يعني النص بعد ما يكتمل تماما حتى يظهر في جريدة أو يظهر على النت أو يظهر في مجلة. يعني بقيت انا بقيم الشغل حتى بعد ذاك بنشره. وبعد كده طبعا في صدى للكتابة، وفي نقاد وفي قراء، ودي كلها آراء. يعني الكاتب مفروض يهتم بها وبيستفيد منها بالتأكيد يعني. طيب نحن بنختم معك المساحة دي في عناقيد لهذا اليوم رانيا مأمون بالفرصة اللي انت بتديها للقارئ من خلال كتابتك لهذه الرواية. يعني انت بتسوقيه ولا بتديه مساحة للأفق ويقوم يشوف معك نهاية الحبكة دي؟ القارئ طبعا عنده حق علينا كبير جدا جدا، نحن ككتاب، في انه نديه مساحته بالكامل، يقدر يكون مشارك في العملية الإبداعية ذاتها.
يعني يقدر نديه النوافذ ونديه قوة على أساس إنه هو ينظر من خلالها في نفسه أول حاجة، وبعدين في الحياة، ومن خلاله يقدر شنو يتصور العمل الإبداعي ده المفروض يكون كيف، أو العمل اللي هو بيقرا فيه. أنا ككاتبة بتاعت رواية بالتأكيد بيكون عندي فكرة معينة بحاول أوصلها. الفكرة دي قد تتكتب زي ما أنا عاوزاه، وقد ما تتكتب زي ما أنا عاوزاه. ليه؟ لأنه الورق هو بيفرض نفسه عليه، يعني الشخصيات اللي في العمل هي بتفرض نفسها، المسيرة بتاعت الكتابة هي بتمشي برأي، يعني الكتابة بتكتب نفسها، الرواية بتكتب نفسها، في شخصيات بتخلق نفسها في الرواية. نحن ما علينا إلا إحنا نسجلها بس. يعني ممكن يكون في فكرة معينة أنا بديت بيها العمل، لما أطلع أو لما أنتهي بيكون مختلف تماما عن الفكرة أنا عملتها. قد يكون أفضل طبعا، قد يكون أسوأ، لكن ممكن شنو بيكون مختلف أكيد. طيب بنحييك ومرحبا بك دائما في عناقيد، وتحية لأهلنا في الجزيرة الخضراء وفي واد مدني عموما. شكرا شكرا لك رانيا معمول. شكرا لك.